تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصياً مع وعد بالقيام بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. أود أن أعبر عن جزيل شكري للسيد الرئيس الجمهورية لتكليفه الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة الحوار الوطني. صحيح هذا ليس أول تكليف من فخامته، ولكنه تكليف تاريخي ووسام شرف للأكاديمية الوطنية للتدريب. اليوم نبدأ حوارا وطنيا نحو جمهورية جديدة، وكما صاغ في هذه الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في 26 إبريل الذي دعا فيه إلى هذا الحوار الوطني، انتهى فيه إلى أننا نسعى إلى مصر الجديدة والتي هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة.